طيب هو جاب علبة تونة وفتحها وحط عليها منديل وقام مولع في المنديل وبعد كده كلها. يلا نجرب. هنصفي بس شوية زيت صغيرين بس كده، وبعد كده هنجيب المنديل ونحط على علبة التونة ونخلي المنديل بس ايه يشرب شوية زيت كده. ايوه، ونولع بقى في المنديل وربنا يستر. بسم الله. ايه يا لهوي على ريحة، ريحة وحشة قوي. اللي انا شايفه ان المنديل بيبدأ يطفي قبل ما يخش جوه، بيبدأ يشد ويولع تاني. الزيت عمال يطرقع. اشتاتا اشتوت، اشتاتا اشتوت. يا لهوي. طب اطفي بقى، ريحة حلوت. سامعين صوت الزيت عمال يطرقع؟ سخنة سخنة سخنة. يا لهوي الزيت عمال يغلي. اوعى ده حاطين فيها بنزين بجد، مش عايز تدفع عمال تطرقع. ده جاز ده ولا بنزين ده؟ استحالة يكون زيت ده.